عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. طيب ما معنى اكتحلوا بالإثمد؟ طبعا الإثمد معروف، هو حجر الذي يكتحل به، معروف الإثمد، معروف ويطحن ويكتحل به، ويقال أن إثمد اليمني قوي مفيد ونافع جدا. هو أنواع الإثمد، إياكم أن يغشونها، في إثمد مغشوش لا يسوى فلسا. يجلو البصر أي يقوي البصر، يقوي البصر، نافع جدا للبصر. طبعا مرض عن مرض يختلف في العين، فقد هو في النهاية كله نافع، لكن قد في مرض معين في العين البصر يقوي. وينبت الشعر، المقصود الشعر هدب العين، الرموش يعني متحطونه في الشعر، عرفتوا؟ شوفوا الفهم، ساعات المعنى الفهم الغلط يريدك الموارد والمهالك. وضعك لهذا الإثمت في العين، بس في العين، ها، متحط على الرموش بعد في العين، يقوي البصر وإيش؟ وينبت شعر العين، هدب العين يعني الرموش.